نفس الحكاية. مركزك وازاي انضميت لنادي الاهلي؟ انا بلعب هوف ليفت وهوف رايت وفيرود يعني وفيرود تاني كمان في كل الخطوط الاماميه دي. بالظبط كده. وجيت النادي عن طريق الاختبارات، وكان في برضه يعني السنه اللي قبل اللي فاتت كان اخر ماتش لينا، كنت في الجونه نادي الجونه، وكان اخر ماتش لينا مع النادي الاهلي. وبعد الماتش كان في كلام من كابتن سيد غريب ان انا المفروض اجي اعمل فتره الاعداد مع الفرقه. اديت بشكل كويس قدام النادي اديت بشكل الاهلي. كويس الحمد لله. وجيت الصيف اللي قبل اللي فات اتمرنت مع الفرقه وعديت مراحل الاختبارات الحمد لله كويس. اتقيدت مع ال 2001 السنه اللي فاتت، كنتش مع 2003، والسنه دي كنت مع 2003، يعني اتقيدت الحمد لله مع 2003. شكلك هادي خارج الملعب لكن جوه الملعب ما شاء الله شرس وبتحاول في كل كوره، والمباراه اللي فاتت شايفك ما شاء الله جايب هدف كمان، يعني ناطط اعلى من الجون ومسجل، كان هدف حلو الهدف بعد تاخر الاهلي امام بتروجيت، يعني ده كان سبب عوده النادي الاهلي مره اخرى. يعني الحمد لله انا جوه الملعب غير بره الملعب خالص، يعني جوه الملعب ابقى قاعد، يعني كنت نزلت انا ما بين الشوطين الحمد لله واديت بشكل كويس، وانا عارف ان انا داخل عندي كل الدوافع ان انا العب. بص مخرجنا على طول في ثواني جاب لنا الهدف، لا ده الهدف الثاني بتاع سمير محمد. هدف حلو المتابعه من الثنائي اللي قاعد قدام محمد وائل، ثلاثي انا اللي بدي علي نادر هو اللي بصاها لمحمد وائل، ومحمد وائل عرضيه لسمير محمد، يعني ده كان الهدف الثاني للنادي الاهلي. ده الهدف الاول بتاع علي نادر صح؟ ده هدف حلو. هدف حلو ده اللي فتح ورجع لكم المباراه، زي ما بقول لك انت يعني بره الملعب هادي بس جوه الملعب حاجه ثانيه خالص. ده لا هي كانت ركله جزاء في الاول لكن الحكم ادى فيها استمراريه تحت فرصه الهدف. كم هدف دلوقتي يا سمير؟ كان 10 اهداف اهو. 10 اهداف؟ وعامل 4 اسيستات وجاب بلانتين. ما شاء الله بتنافس على صداره الهدافين انت وعلي. طبعا منافسه، لكن منافسه لصالح الفريق. طبعا يا المنافسه دي بتبقى شريفه، واحنا الاثنين بتدينا دافع، لان دايما عايزين نجيب يعني اهداف اكتر وكده، فاحنا الاثنين بتدينا دافع انا وهو، ودايما بنتكلم في الموضوع ده في التمارين وكده، بنتكلم ان الحاجات دي بتدينا دافع احنا الاثنين. لو رايح في مباراه وانت هتجيبها جول ممكن تبص لعلي ولا بتفكر في العشر اهداف؟ لا يعني انا عارفه مش هتبص. لا لا عادي، اكيد مصلحه الفريق اهم. اكيد هي بتبقى يعني على حسب الموقف، بس لو هو فعلا قريب اللي هو يجيب جون انا ممكن والله احطها له عادي. يعني فكرت في الموضوع كم مره، هو لو هو يعني بنسبه كبيره هو اللي هيجيب الجون العبها له هو يحطها، يعني المهم تبقى مصلحه الفريق. يعني قول لي بقى، يعني واحنا بنذيع لكم المباريات هنا على قناه الاهلي يا محمد، حافز ليكم وانتم بتلعبوا؟ اكيد طبعا. قبل المباراه وانت عارف ان المباراه هتتذاع تاني يوم، ليك تحضيرات وليك تجهيزات؟ اكيد طبعا، بتدينا دافع قوي جدا وبتخلينا نظهر بصوره كويسه اكتر، يعني هو الماتش ما يكونش متزاع. وكابتن احمد عبزار بيكلمنا عن النقطه دي، مهمه جدا، اعرض نفسك، الناس كلها بتبص عليك، قناه النادي الاهلي يعتبر يعني 80% من الشعب بيتفرج عليها. فدي حاجه كويسه لينا ودافع لينا، والجهاز الفني بتاع الفيرست تيم بيتفرج علينا، مستر كور جهاز الفني بيتفرجوا علينا، ودي دافع لينا ونظهر بصوره كويسه عشان يختارونا ونصعد الفيرست تيم يعني اكيد. علي نفس الشعور برضه لما بتعرف ان المباراه مذاعه، بتبقى مضغوط ولا بتبقى سعيد ان انا عايز العب والجهاز الفني الماتش اللي فات قاعد، الجهاز المعاون لمستر كولر، الناس كلها بتتفرج عليكم، ولا بيبقى حافز ليك؟ بيبقى حافز طبعا، يعني الناس كلها دي كلها دوافع ان الناس جايه من الدرجه الاولى يتفرجوا على اللعيبه. وانا قاعد حتى كنت بادئ بديل يعني، وكنت قاعد على الدكه ومركز، عارف ان انا ان شاء الله هظهر بمنظر كويس يعني، والحمد لله اديت بشكل كويس وعرفنا ان اجيب اول جون، والدنيا يعني اتسهلت وجينا 3 جوان فالحمد لله. كان عندكم شك وانتم خسرين من بيتروجيت في الشوط الاول؟